السلام عليكم. معظم الناس عندهم مشكلة كبيرة جدا وهي دهون البطن السفلية، ومهما عملوا أو مهما لفوا أو مهما حرقوا مفيش فايدة، الموضوع بيكون صعب معاهم جدا والموضوع معقد. وفي حلقة النهاردة هقول لكم أفضل تمارين للمنطقة السفلية وأفضل النصائح علشان نتخلص من الموضوع ده، وضروري تسمع الفيديو للآخر لأن النصائح اللي في الآخر الفيديو هتفيدك أكتر ما هتفيدك التمارين. وتعالوا الأول ندخل في التمارين ونعرف أفضل تمارين للبطن السفلية. أول تمرين معانا هيكون رفرفة. زي ما انتوا شايفين كده أهم حاجة سلامة الظهر تكون مستقيمة والرقبة تكون ثابتة والإيد تكون لا إما في الجنب يا إما تحت المؤخرة. ده كده الأداء بتاع التمرين. منزلش ألمس الأرض. تاني تمرين معانا اللي هو ضم الرجل على بعض وهنسحب لقدام، الظهر يكون مفرود تمام، اما التمرين رقم 3 الظهر مستقيم هفتح وضم الرجل. لو الموضوع صعب معاكم ممكن تحت كل رجل منديل بالطريقة دي كده. الاستهداف بيكون العضلة السفلية للبطن. معانا رابع تمرين. زي ما اتفقنا الظهر مستقيم كله على الارض والراس تكون ثابتة والايد تحت المؤخرة. كل اللي هنعمله الرجل يكون مضمومة شوية اللي هو فيه تانية بسيطة في الربع ونقلها لفوق. كل اللي هنعمله هنعمل كده، حركة الويست بتطلع معانا لفوق. الاستهداف العضلة السفلية للبطن. بسم الله. تمرين رقم 5 زي ما اتفقنا برضو ظهره مستقيم الراس ثابتة على الأرض الإيد تحت المؤخرة، بس المرة دي هتكون رجل ورجل اللي هي مروحة أو اسمها تبادل. الرجل ما تلمس الأرض، أطلع كده وانزل أهو. الاستهداف المنطقة السفلية للبطن. تمرين رقم 6 هيكون رفع الرجل زي ما احنا شايفين كده، هنرفع ونضم كده ونرفع لفوق وننزل. اما التمرين رقم 7 الرجل تكون مفروده ومضمومه على بعض، الظهر مستقيم والراس ثابته، الطرف ايدي مع طرف مشط رجلي زي كده. التمرين رقم 8 الظهر برضو مستقيم لكن هنرفع نضم رجل على بعض ونرفع نثبت لفوق زي ما انا عامل كده. ثبات. التمرين رقم 9 هنضم رجلينا كده مع التانية وهيكون بنفس الأداة ده. الوسط على طول يكون مرفوع ما ينزلش تحت. تمرين رقم 10 وهو تبادل رجل او رجل ورجل اللي هو كده. تمرين رقم 11 وده اهم تمرين ومهم جدا من افضل التمارين السفلية والعضلات البطن كلها. بسم الله. هنضم رجلينا على بعض ويكون في تانية بسيطة في الربة
التمرين رقم 12 زي 11 لكن الركبة هتكون متنية اكتر واسهل. ركبة متنية كده اهو. ودول كده 12 تمرين او افضل 12 تمرين لسفلية البطن. طبعا مش هنلعبهم كلهم في يوم واحد، لكن هنختار منهم اثنين او ثلاثة نضيفهم مع التمارين بتاعتنا. وطبعا تمارين البطن مش هتكون كل يوم، هتكون يوم ويوم علشان تريحه ويحصل له استشفاء ويكون في استجابة سريعة. والتمارين دي تنفع للشباب او البنات، وتنفع في البيت او في الجيم. النصيحة الاخيرة والخلاصة كلها، التمارين دي كلها مش هي اللي هتفيدك وتخلص لك من دهون السفلية بتاعت البطن. الخلاصة كلها في الدايت. مفيش دايت مفيش بطن سفلية هتختفي. في دايت في بطن هتظهر، وفي بطن سفلية هتظهر وهتحل المشكلة اللي انت متعقد علشانها، واللي انت عملت تعمل المستحيل علشانها. غير الدايت انسى.